ريكوردد يعني كل شيء ريكوردد. اوكي، فمثلا هلا احنا وي ار ريكوردينج، اوكي يعني وي ار ريكوردينج ذا، صح؟ بين ان تكون ريكوردينج، بين ان اه دكتور، مبين بين مبين ان انه تكون ريكوردينج. فالان مبين. everything is recorded. وانا بشوفش كمان لما بحط فيديو للمحاضرة هاي ما بشوف حد برجع لها. طب رجعوا لها يعني، راجعوها كذا، طلعوا عليها، لانه مبين عندي كمان الناس اللي زاروا الفيديو. لا عندك دكتور كيف، انا امبارح فتحته. مين كمان غيرك؟ كيف؟ كويس، مين كمان اه يعني غيرك؟ والفيديو اللي قبله كمان فتحناه، بس ما بعرف غير مين، بس انا فتحت الاثنين يعني. بشوف انه بس عدد قليل يعني. اه انت قليل، حكيت ما في حدا بيفتحه، فاستغربت لا يعني لا، كيف. انا قصدي انه العدد مش كثير يعني، العدد اه اللي بتطلع على الفيديو مش كثير. طب انت بما انك تطلع على الفيديو بتشوفه هيلبفول ولا كيف؟ أكيد دكتور، يعني بتشوف انه بتراجع المعلومات كثير بشكل انشط؟ كثير كثير منيح دكتور. أنا أصلاً اه طلبت من الدكاترة يعني بعد ما أنت صرت تعمل ريكوردينج، طلبت من الدكاترة اوف. إنه يعملوا ريكوردينج مثل للمحاضرة. مين الدكاترة؟ صالح الخطيب ودكتور صالح العمر. اه صاروا بيعملوا؟ آه صار يعمل يعني. هذيك المرة اه الدكتور حكى لي إنه مش لازم يكون في برنامج عشان نعمل ريكوردينج، فما لا كان لا، ما منزل. في برنامج، بس هو على نفس السيستم، في كلمة ريكوردينج على بس يعمل كليك عليها، اه بعدين بينزل عنده بيحفظ وبيعمل سيفنج له. لما يعمل سيفنج له بيقدر هو يحمله على كيوتيوب. اوكي، ايوه ايوه بيقدر ايوه ينقله على شكل يوتيوب. سهل جدا. اجانا فيديو احنا من الاي تي كيف نعمل زي هيك، وانا تعلمته بسرعه يعني، very quickly. فسهل جدا. اذا اي واحد يعني بيسالك قول له بتنزله على تعمل له ريكوردينج، اول شيء ينزل عندك على الدوكيوم ماي دوكيومنتس، او ممكن ينزل تشوفه. بس اذا ما شفته على الشاشه ممكن تروح على الماي دوكيومنت، بكون نازل ايش بكون نازل كريكوردينج يعني، شيء مسجل اه تسجيل زي هاي وتعملوا. الحركه الصغيره الصفراء هاي الملونه، ما بعرف شو بسموها. فهناك انت بتحوله، بتروح على الـ على الـ ايش اليوتيوب. اوكي، وبده يكون عندك قناه في اليوتيوب، او اه بتحول الصيغة تبعته. تعمل ارينجمنت سيتنج لليوتيوب، بعدين بتستحضره، تعمل ابلود فيديو. اوكي، لما تعمل ابلود او كرييت فيديو بوديك على انك ابلود فايل، فبتروح على هاي الفيديو اللي انت خزنته في الماي دوكيومنتس او في اي مكان، وبتعمل عليه كليك بيجي لك على اليوتيوب. اوكي، وخلص بتخزنه وبتعمل له ابلود على الاي ليرنينج. اتس نوت ديفيكولت يعني، اتس نوت ذات ديفيكولت. اوكي طيب، تمام خلينا تمام كيف الاوضاع؟ امبارح الحمد لله ست اللي كانوا مصابين في الكورونا، والعدد الحمد لله عم بينزل عندنا بالاردن تحت السيطره يعني. الامور اذا ضل ستة وخمسة وبصير ان شاء الله ولا شيء بعد فتره، بصير الامور كثير احسن ان شاء الله. بس بهمتكم وبهمه الجميع انه always stay home, stay protected. Whenever you go outside خليك لابس الجلوفز بشكل خاص. الكمامات يعني مش ضروري كثير الا لما تقرب من الناس، تقترب من الناس. والهايجينك يعني، الهايجين مهم جدا، انه بي هايجينك صحي، وما تستحيش من اي واحد تقول له ابعد عني لو سمحت، خلي مسافة بيني وبينك مترين، متر ونص. لو كان قريب مثلا حتى، لأنه في ناس مرات بكون ناسي مثلا مش منتبه، فبيجي بقرب عليك حتى بده يسلم عليك. قبل شوي أنا رحت على الدكان أشتري خبز قبل أقل من نص ساعة أو ربع ساعة كنت، ففي شخص صديق جدا طبيب ساكن جاري زمان ما شفته، فلولا شوي بده يسلم علي، بس لما أنا رجعت لورا شوية فهو تذكر انه يعني انه مش لازم يسلم. هو انبسط يعني كمان انه انا ذكرته انه it's not time to shake hands now.
وبالتالي it's very important to be aware, لأنه هاي تقرير مصير الآن. يعني إحنا عم ندرسكم صح محاضرة, بس أنا بقول لك صدقا إنه صحتك أهم هلا من الدراسة اللي نحن بندرسها في الوقت الراهن. طبعا العلم ما في فوق يوم, لا يعلى على العلم صحيح, لكن إنه الإنسان يحافظ على صحته أولوية, لأنه هرم ماسلو بيبدأ في إيش؟ بيبدأ في الفيزيولوجيكال سيرفايفل نيدز, اللي هي كل الناس مشتركين فيها. سيرفايفل نيدز هي في أدنى, وبتلاحظ إنه في الهرم القاعدة تبعته هي أعرض شيء, ويعني ذلك كلكم تعرفوا هرم ماسلو صح؟ آه معروف دكتور. صورة محمد صح؟ اللي بسأله يعمل أنميوت لحاله إذا بحد, لأنه you can unmute yourself, you are muted. تسنيم صح؟ تسنيم. أيوة دكتور. تتذكر هرم ماسلو لما أعطيناه في 102 ممكن. هرم ماسلو الحاجات دكتور, الحاجات الأساسية بعدين الحاجات الاجتماعية بعدين. إيش علاقة هرم ماسلو بالواقع تبعنا في الوقت الحاضر؟ هي الأولويات يعني دكتور. يعني إكسبرس مور. مين؟ تسمين؟ How do you express? آية تسمين. دكتور شوي الصوت واطي عندي بس أحل المشكلة. طيب زينة ممكن تشرحي لنا زينة؟ دكتور أنت صوتك مش واطي, مش سامعينك من مرة. مش معقول دكتور عن جد أنت بنسمع كلمات بس مو سامعين شو بتحكي. بجوز إن المشكلة عندك. طيب مين سامعني كويس؟ شو اسمك؟ زيد البتول. كنت معي قبل شوي أنت زيد؟ لا محمود دكتور. محمود كيف سامعني ولا لا؟ دكتور سامعينك. طيب معناته المشكلة عندك يا زينة. دكتور فيها في مناطق الشبكة بتكون فيها ضعيفة يعني. عندك المشكلة يعني يروح على مكان يكون قوي فيه النت أو إيش زي هيك صح يا محمود؟ مظبوط دكتور. طيب إذا إحنا عم نحكي عن ماسلو هيراركي بس بسرعة عشان كورونا نربط بينهم, إنه the most important thing is survival needs, اللي هي في قاعدة الهرم, وكل كل البشر مشتركين في هاي الحاجة. كل البشر حتى الحيوانات مشتركة في حاجة للبقاء, ما في حد, حتى النباتات مشتركة في حاجة للبقاء. لذلك الآن أولوية إحنا نحمي أنفسنا, هذا اللي أنا بقصده. وننتقل إلى الفايل تبعتنا. شير سكرين نقول أوكي, وبعدين نعمل شير لا إيش شابتر 8 اللي كنا فيه شابتر 9 صح؟ هلا بيطلع عليك كل شابتر عم بيطلع PowerPoint صح؟ يا محمود. دكتور بس لساتك بالديسكتوب لسه على الفايل يعني لسه بدك تفتح انت. طيب هلا نشوف نعمل نيو شير هون. هلا لسه دكتور PowerPoint ولا لسه؟ لسه لسه. أنا لازم نستطلع. تمام دكتور. أوكي. تمام. كيف فتحت دكتور؟ كنا نتكلم المحاضرة الماضية عن performance management and appraisal. ونشوف وين وصلنا.
كيف دكتور الصوت بعيد شوي. دكتور قرب المايك على وجهي زي هيك. هلا كيف هلا؟ تمام هيك. طيب هلا كويس اكيد. دكتور نوعا ما لسه بس بعده هو واطي يعني نوعا ما بس هيك احسن يعني مسموع. طيب نحاول. ايوه في المحاضرة الماضية كان في كويز وجاوبتوها سهل كان؟ تعالي دكتور. كيف الكويز كان؟ كويس دكتور. طيب ممتاز. إذا احنا تكلمنا عن في المرة الماضية آخر شيء عن ال خلينا نشوف وين وصلنا مع بعض. دكتور سؤال سموكينج جوابه all of the above. عملية التغيير كله فقط. دكتور ما نزلت تشابتر 9 على الاي ليرنينج. طيب موجود الفيديو فيديوهات الفيديو بس السلايد لا بدك السلايدز عشان نتبع معك دكتور. طيب ان شاء الله تعالى. طيب احنا وصلنا ل 300 حكينا عن 360 degree feedback صح؟ وحكينا عن techniques for appraising performance. إيش techniques اللي ممكن أنت for appraising performance. وقلنا إنه we will consider graphic rating scale, force distribution, critical incident method. Graphic rating scale بيعتمد على scale زي ال زي نظام ال بتعرف ال questionnaire اللي في five Likert scale method. زي الاستبانات اللي تتعبون على تقييم المدرسين تبعينك وفي نهاية الفصل أوكي؟ قبل ما تأخذ العلامة النهائية بتقيم دكتورك. هذا الشكل هذا اللي تقدر تتذكره هو Graphic Rating Scale Method أوكي؟ Force Distribution أيضا هو نفس الشيء بس it force you answer to certain answer. Critical Incident بهتم فيه أكثر من هذول الاثنين أو مهم بأنه critical incident method هو عبارة عن طريقة بتراقب فيها الموظف بشكل عام بشكل عادي ولما بتشوف فيه إشي مميز عمله outstanding or exceptional وبيكون في عندك record أو بيكون في عندك مثلا دكتور الصوت رجع يوطى بزيادة طلنا نسمع إشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني صوتي ما تغيرش شيء الجهاز ما تغير شيء عليه كل شيء زي ما هو. بعرف لحاله بلش يوطى مش عارف ايش هو المشكلة النت او المشكلة ايش على كل يعني... حال خليني احكي زي ما انا اوكي وكله هذا مسجل انا برجع اوكي تمام. Whether you catch up or you don't catch up you can review the record. اوكي دكتور يعطيك العافية دكتور. مسجل وان شاء الله انه مع الحكي يعلى الصوت وتزبط الامور شوي شوي يا رب. ان شاء الله. Critical incident method هو انه المقيم بيكون دائما بيسجل بعملية recording or writing a memo. عندك زي profile لكل موظف and you write whatever he does bad or good or whatever he acts in an exceptional way. ما عم بتسجل كل يوم شو بيسوي كل يوم شو بيسوي اي شيء بشكل روتيني. لا انت بتشوف مثلا هذا الموظف عمل اشي مميز كثير مميز خلال اليوم مثلا بتسجل ملاحظة. عم بتشوف انت في نهاية السنة او نهاية الفترة الزمنية لما بيجي تقييم الاداء الرسمي بتشوف انه صار في عندك في هاي البروفايل للموظف لمحمد لعلي لحسين كم كافي انك تحكم عليه تسجل عليه ملاحظة. زي الدكتور اللي بيراقب الطلاب بيشوف انه في طالب دائما بيشارك يسجل ملاحظة انه هذا الطالب في اليوم الفلاني شارك في اليوم الفلاني سوى هيك في اليوم الفلاني عمل شغلة مبادرة حلوة. فهي الاشياء الاكسبشنال الاستثنائية انت بتسجلها اللي هي بنسميها critical incident فبتعطيك عن الموظفين صورة
مختلفة عن التقييم العادي. الناريتيف فورمز هي عبارة عن أيضا سرد، يعني you write about the employee in terms of story, what he does or what she does. Behavioral anchored rating scale method هي behavior سلوك، anchored أساس أو ركيزة، rating تقييم، scale ميزان. هذه كلمات لكن مقصود فيها، وهي نوع قوي من التقييم، إنه أنت ما بتقيم على أساس الكوانتيتي، بتحط سلوكيات معينة، كل سلوكية تعطيها تقدير من 1 لـ5 أو من 1 لـ10، ومبني بيكون التقييم تبعك على أساس السلوك. يعني السلوك هو الأساس لعملية التقييم. أوكي. النوع الآخر اللي بدي أحكي عنه وأعمل سكيب للميكست ستاندرد سكيل للمانجمنت باي أوبجكتيفز. مانجمنت باي أوبجكتيفز is also a comprehensive management performance management or performance appraisal tool where you assess the employees based on themselves setting their own objectives. يعني the employee himself will identify his objectives وبيأخذ من المدير مساعدة بسيطة في وضع الأهداف أوكي تبعته. فبصير هو مسؤول عن الأهداف اللي حطها لنفسه إنه يحققها خلال 6 شهور القادمة أو خلال السنة القادمة، هو نفسه بيكون مسؤول عنها. ما بيضل عليك أنت إلا تجلس معاه في نهاية الفترة كمدير وتعمل assessment إلى أي مدى هاي الأهداف اللي هو حضرته حطها إلى أي مدى حققها. أوكي. فبالتم المانجمنت باي أوبجكتيفز اللي حطها عالم كبير جدا اسمه بيتر دراكر، بتم على مستوى كل المنظمة، كل المؤسسة من أعلىها إلى أسفلها. ذاك يعني في كثير بنوك عندنا، في كثير مؤسسات بتطبق مانجمنت باي أوبجكتيفز، وهدفه ليس فقط تقييم الأداء، هدفه أيضا إنك أنت بتحفز الموظفين يحطوا أهدافهم بأنفسهم. بيكون في عملية تخطيط planning، بيكون في عملية تقييم أداء controlling أيضا، وبيكون في عملية فيها motivation. والله حطيت أهدافي، أنا excited to achieve my goals and my objectives. دكتور تفضل. دكتور بس في التكنيكس هذول بالكتاب، في يعني كبار شرحهم، حتى البيهيفير اللي هي نقطة البيهيفير كثير عليها شرح نقاط وصفحة كاملة، انت عم تحكي شغلة واحدة بس عنها. فالامتحان كيف نقرأ عليه؟ امتحان تقرأ على بالتفاصيل عندك في الكتاب، تقرأها من الكتاب، بيكون عندك انت سبق. لا بس يعني انت مش عم تشرح اي شيء من الكتاب صراحة. بيكون عندك السؤال انه بيكون عندك انت التفاصيل عندك في الكتاب، تقرأها من الكتاب شو بدك تسوي. فبكون عندك انت سبقتني، كنت بقول لك الخص لك اياهم او احدد لك اياهم في the most important methods. نرجع على الجرافيك ريتنج سكيل، هاي مهمه ومثال عليها زي ما حكيت لك في اي استبانه بكون فيها questions behavioral questions او اسئله معينه، زي ما تقول الموظف يقوم بعمله بشكل جيد 1 2 3 4 5. فإذا كان 1 بيكون ضعيف جدا، إذا كان 5 بيكون عالي جدا. فإذا recommended graphic rating scale method، هذه recommended إحنا بنأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية اللي بدي أكد تقرأوها تركزوا عليها اللي critical incident method. إذا الصفحة هاي اللي أمامك فيها 2 بس عرفوا number 1 and number 5. أوكي. الصفحة اللي بعديها بدي اياكم تركزوا على نمبر 7 behavioral anchored rating scale، واذا ما فهمتاش من الكتاب اسالني. النقطة التاسعة اللي هي management by objectives NBO. فعندنا صار كم وحدة مطلوب منكم؟ 5 لا 4 behavior اوكي 4 2 هون 2 هون و 2 غير اول وحدة وخامس وحدة. الثنتين هون اللي هو behaviorally anchored rating scale اللي هي زي الجرافيك ريتنج سكيل، بس تختلف عنها بانه بناخذ كل behavior
وبنعمل عليه ايش صفحة كاملة رانكينج او ريتينج. كيف مثلا اقول لك كيف. مثلا في عندنا 5 سلوكيات مهمة انك انت تقوم فيها وتمارسها بشكل جيد. اذا مارست هاي السلوكيات بشكل جيد احنا بنعطيك اكسلنت. كيف بدنا نقيس هاي السلوكيات؟ نجيب تخيل معاي عندك 5 صفحات. الصفحة الأولى بنحط فيها أول سلوكية. السلوكية هاي إيش هي؟ مثلاً تعاون كوبريشن، لأنه شغلنا بيهتم كثير بالتيم وورك. إذن إحنا بدنا نحط هاي كسلوكية عملية التعاون. فرأس الصفحة من فوق بتحط كوبريشن. بعدين بتحط 5 مستويات للكوبريشن. رقم 1 the employee always cooperate with his colleagues and his managers, and whenever anybody asks him for help he is there to help. هاي كم نعطيها؟ نعطيها 5 من 5. فهاي النقطة صعبة. صعبة ليش؟ لأنها بدها بيبر وورك كثير وبدها التدريج لغوي وصياغة لغوية للسلوكية اللي بتكون كمصدرة منقيس عليها الموظفين. إذا رقم 1 منصيغها بطريقة إنه الكوبريشن سلوك الكوبريشن نوصفه بوصف صيغة بلاغية بشكل إنه هذا أعلى درجة من السلوك التعاون. يعني رقم 1 إذا بنصيغها بالعربي الموظف دائما يتعاون مع زملائه ومدراءه في أي شيء يطلب منه. رقم 2 اللهجة بتكون فيها إيش؟ أقل. الصيغة الثالثة اللهجة بتكون فيها أقل. الرابعة أقل وأقل. والخامسة أقل وأقل وأقل. كيف نصيغ الخامسة مثلا؟ نقول this employee, the employee بشكل عام. بعدين بنقيس من هي هاي مصدرة. بعدين بنقيس موظفين عليها. The employee never respond to his colleagues in terms of cooperation, okay, or to his managers. Never. اللي قبليها rarely ممكن تكون أو often. لكن آخر واحد بيكون never. لذلك تأخذ 1 من 5 تقييمه برسب فيها. أوكي. نيجي على الصفحة الثانية اللي هي بتعلق مثلا في productivity، بتعلق في performance، بتعلق في مثلا technical skill، بتعلق في إلى آخره. فأول صفحة هاي اللي بحكي لك عنها فيها 5 درجات متدرجة من 1 لـ5. Number 1 the employee will take 5 out of 5. Number 5 الدرجة الأخيرة اللي حكينا عنها إنه هذا الموظف أو الموظف نادراً ما يتعاون مع زملائه. اللي بالنص بتكون وسط. أوكي؟ وهكذا بندرجهم في 5 درجات. فلذلك هذا النوع شوي بأخذ وقت وأصبح الآن في وسائل يعني الاي تي ما خلاش شيء في تسهيل هذه المهمة. النقطة اللي هي الثانية في الصفحة هاي اللي management by objectives، أعتقد إنه شرحته كويس أنا، لأنه management by objectives بيكون عملي أكثر. يعني تخيل أنت مدير وعندك 5 موظفين، تجلس مع كل واحد فيهم في عندك procedure 3 جلسات. الجلسة رقم 1 تجلس معاه وبتقول له بدي اياك الاسبوع القادم تحط اهدافك لنفسك. اوكي الاسبوع القادم في عندنا جلسه وبدي اراجعك في هاي الاهداف اللي انت بدك تحطها. انت بدك تحطها ونحددها ونتفق عليها. فبتيجي الجلسه هاي المتفق عليها في تاريخ كذا كذا كذا، بتجلس معاه وبتقول له شوف خلينا نشوف شو الاهداف اللي حطيتها. فبتقول له هاي الاهداف اللي حطيتها هي لمده مثلا 6 شهور، نهايه 6 شهور في تاريخ كذا كذا في الساعه كذا أنا بدي أحاسبك على تحقيق هذه الأهداف وإلى أي درجة حققتها. إذا حققتها بتأخذ كذا وإذا ما حققتها
تأخذ كلام. أوكي. طب في نهاية المدة الزمنية بعد المدة ما تنتهي كمان تجلس مع جلسة وتشوف مدى تحقيقه لهذه الأهداف. الجلسة الأخيرة هي جلسة تقييم الأهداف الأخيرة اللي هي review of the objectives or the goals that he has achieved or not. So you sit with him and you review this. The result of the review is probably promotion, probably reward, probably increase in salary, probably is demotion, probably is punishment for him. And it's not a piece of cake, this type of rating. Or the positive thing about management by objective is comprehensive. It is motivating for the employees because they set their objectives by themselves. And it has some connection with the manager. You have to talk to the manager. The manager will advise you, will suggest something. But the key player in setting the objectives of management by objectives is the employee. The employee himself is the key player. So he derives the objectives from his own energy and motivation and challenge. He gets the objectives emotionally and intellectually from his own self. So he will be haris, سيكون حريص على تحقيق هذه الأهداف. Okay, any question? في المرة الماضية مش حكينا عن أيضا 360 degree feedback. آه محمود. ألو. محمود. عبد الله. عمار. عود. دكتور. عيد دكتور بس آخر إيش حكيت أن الصوت واطي ما. دكتور عيد. حكيت المرة الماضية حكينا عن 360 degree feedback. حكينا انه من كل الجهات. يعني كان واضح ولا بده توضيح شيء؟ ممكن واضح؟ في عندنا الكمبيوترايزد اند ويب بيست بيرفورمانس ابريزل. هذا التطور الحاصل حديثا. اللي هو many employers today make use of computerized or online appraisals for evaluating employees' performance. They use a computerized or online appraisal for evaluating their employees. No more is using the paper or the traditional way of assessing the employees. And if they use the old traditional, it must be integrated with IS or with information systems or with computerized systems to evaluate the employees. So the employee, this will increase the effectiveness and the efficiency of the performance appraisal. Sometimes there are additional techniques like conversation days. Conversation days is a very beautiful technique. It is accepted by all people in the team, and it is usually good for teamwork or for people working in groups where they try to conversate and discuss and talk freely about their own performance, and they try to assist their performance in a very friendly fashion. يعني بالعربي إنه الconversation days هي أيام الموظفين بيكون فيها هذه الأيام أيام مراجعة زي بسموها في بعض القوات العسكرية after action review. يصير في معركة ثاني يوم بجلسوا وقف الحرب
أو توقف المعركة بيجلس العسكر وبيراجع ما تم في هذه المعركة من إيجابيات من أخطاء من خطط استراتيجية. لذلك ال conversation days is very important sometimes that محادثة يعني محادثة وتقييم totally informal between the employees. We skip all these pages and we come to the problems in appraisal. والمشاكل هاي احنا مقترفة في دولنا العربية وفي مؤسساتنا بسبب الثقافة للأسف كثير 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 كثير. نسميها potential appraisal problems اللي هي مشاكل فينا احنا في دواخلنا في أنفسنا في القضايا الثقافية تبعتنا في ثقافتنا. منها مثلاً unclear standards هذه عادي مالهاش علاقة بالثقافة لأنه ممكن أخطاء فنية هاي لما تكون أنت مش موضح للموظف علش بدك تقيمه أو standards تكون subjective مش specific زي ما حكينا في smart specific measurable هون بيكون الموظف بيحتار بيقول لك your appraisal you evaluate me based on unclear standards فبصير فيه ظلم. النقطة الثانية المشكلة الثانية halo effect. halo effect لما انت بتشوف انه هذا الموظف زي ما حكينا قبل شوي الانكورد ريتنج سكيل مثلا بدك تقيم موظف على 5 أشياء منها التعاون منها التنسيق منها القدرة منها القابلية منها الافيشنسي منها السكيل الى اخره الى اخره. لكن انت ركزت على انه هذا الموظف يعني obedient يعني زلمة مطاوع agreeable شو بقول له بسوي وبقيت النقاط الخمس الأربعة الأخرى أنت جهلتها. ليش جهلتها؟ لأنه غطت هاي النقطة اللي هي إنه هو إنسان يعني متعاون على بقية النقاط overshadow all other aspects. هذا نسميه halo effect اللي هي مشكلة خطيرة من مشاكل التقييم الأداء. في عندنا أيضا central tendency إنه مرات إحنا لما نقيم ناس كثير منروح على نقطة الوسط السنتر ما منروح على الأطراف برضو بيكون في عندنا مشكلة. مشكلة أخرى leniency or strictness إما بيكون أنت لين كثير كثير زي بعض الأساتذة مثلا بتلاقيه very lenient very easy going أو يكون too strict okay. But you have to be in the middle. هاي problem أيضا recency effects يعني محمد أو علي أو عليا دائما كانت تعمل مشاكل في المحاضرة تغيب تأخر كذا 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 آخر 3 أيام في ناس أذكياء هيك بسوي آخر أسبوع في السمستر ضبط حاله الطالب مع الدكتور عمل كل الإشي اللي بده إياه الدكتور. الدكتور إيش بصير بتأثر بإيش بالريسنت لذلك سموها ريسنسي إفكت بتأثر في الريسنت performance of the employee. زي ما نقول احنا عندنا المثل بالعربي الامور بخواتيمها بس في التقييم الاداء لا لازم تاخذ كل شيء من اول للاخير مش بس اخر هو باخذ النتيجه النهائيه يعني بس يعني الامور مش بخواتيمها دائما يو هاف تو فالريسنسي افكت قضيه نفسيه. انت لما واحد بيغلط كثير 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 او بيخبص بالاخير بحسن ظروفه انت بتاثر نفسيا بتقول يلا خليني بس بتكون سبجكتيف بتكون مش فير لانك انت بتقيمه مش لحاله بتقيم ناس ثانيين كمان اوكي. هاي الصفحه بنعمل عليها سكيب هون ذا نيد فور فيرنس يعني بمعنى اخر احنا خلينا نقول انه تو فايند تو انكاونتر ذا بريفيوس ايشوز. طبعا في مشاكل كثير في تقييم الاداء عندنا خاصه عندنا بالدول العربيه دي الواسطه مش مذكوره عندنا لانه الكتاب اجنبي لسه بدي احكي لك دكتور زيد الواسطه عليهم الواسطه بدنا نزيدها حطها الواسطة يجوز يجيبنا سؤال كمان بالكويس مثلا prejudgment stereotyping prejudgment يعني مثلا واحد جاي عندنا بهالمحاضرة من الطفيلة نقول له انت ما انت طفيلة ليش حكمنا عليه من وين يعني ما هو الناس منك تعطى طفيلة حكمنا عليه من المكان الذي جاء الجندر او الاريا او الجيوغرافيك اريا او القبيله او العشيره او الديموغرافيك فاكتور
فهون بيكون في خطأ عندنا، هذا مختلف في دولنا العربية. أيضا prejudgment، we judge people prematurely، يعني الحكم على الأحكام مسبقة مثلا. هاي الأشياء الإضافية للمسلم نضيفها. إذا أكبر 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 شغلة الصفحة اللي أمام كل هي the need for إيش؟ fairness. For fairness. أهم شغلة في الدنيا في الإدارة، حتى المدير يكون قائد ناجح وتكون عملية التقييم عملية زي يعني أحلى ما يمكن، اللي هو أن يكون المدير والمقيم fair. Fairness عادل يعني. Important. العدالة. If the employee, if the manager or the human resource manager in appraising your performance is not there, everything else will be bad in the organization. لأنه في judgment كمان من الموظفين لما يشوفوا إنه الإدارة في تقييم الأداء ترقي فلان وتخفض فلان وتعطي فلان وتحرم فلان، بيصير في عندنا مشاكل في الأداء ومشاكل في ليبرتير موظف ومشاكل في الكواليتي، مشاكل في كل الصعيد لما يكون في عندنا ما يكون في عندنا فيرنس داخل المؤسسة. لاحظوا بس بالختام، أنا بدي أختم لأنه دائما الوقت بيسي ما بيسعفنا طيل دقيقة واحدة، إنه كيف إحنا هلا في الأردن صار كله يعني وحدة واحد، الكل متحد، كل متحد، المواطن متحد والحكومة متحدة والقوات المسلحة متحدة، كلياتنا عندنا رؤية واحدة، لأني we find that people are satisfied, more satisfied when they are together and they have the same vision, the same objective, the same goal, and also fairness is there. Any question before we leave? I think we have less than 1 minute. دكتور تمام، الله يعطيك العافية. تمام دكتور، يعطيك العافية. يعني أنا بعرف إنه يمكن النت تعبان، فلذلك الفيديو ممكن أعوض هلا.